يبقى فيه انفلات. انت ممكن تبقي ماشيه تلاقي مثلا اتنين قاعدين في وضع غير لائق. الناس اللي بتدخل الجامعه لابسه اي حاجه، لابسه شورت، تلاقي ولد ماشي لابس شبشب. دلوقتي لا، دلوقتي الباب من على الباب، اي حد داخل بشورت بيتمنع، داخل ولد لابس شورت قط بيتمنع، اي حد داخل بشبشب بيتمنع، الناس لابسه لبس غير لائق ولا يليق بالجامعه بيتمنع. دلوقتي اي حد، لو اي حد مثلا اتحرش ببنت بتطلبي الحرس على طول بيجولك. الاول ما كانش ينفع تعملي كده، ايام الحرس الجامعي كان ممكن تطلبي الحرس وكانوا بيحاولوا بيتعمل له محضر، والمحضر ده بيتثبت لما بتيجي. اصلا انت لما بتخلصي كليه لازم عشان تسجلي ماستر او تسجلي دكتوراه او انت اصلا تطلعي شهاده تخرج لازم بتروحي الحرس وتثبتي ان انت مش معمول لك محضر او ان انت مش معمول لك اي حاجه. لكن الفتره اللي ما كانش فيها حرس دي اي حد بيتعمل له اي حاجه، كان ورقك بيخلص وخلاص. لكن دلوقتي هيبتدي يبقى فيه خوف شويه، هيبتدي الناس تبقى ملتزمه الى حد ما. طب هو انت عارفه اصلا قوانين الحرس الجامعي يعني التوقيت القضائيه هتبقى ازاي، او ان هم هيطبقوا ازاي عندكم في الجامعه؟ عامه اهم حاجه نبقى منضبطين، هي الفكره كلها فكره انضباط، ان الطلبه هينضبطوا بدل ما هم يبقى فيه انفلات واحنا بنعمل اي حاجه، هيبقوا على الاقل ملتزمين بمجموعه القواعد اللي الجامعه حاططها. قولي بقى انت شايفه ان دوت كتابه الاحسن دلوقتي ولا الحرس اللي هو في الجامعه الاول؟ لا انا شايفه ان كده احسن، علشان اكيد الحرس اللي كان الاول في الجامعه ما كانش عامل واجبه صح، هم اضطروا يعملوا كده، هم اكيد ليهم وجهه نظر ان كده احسن. دي وجهه نظر، ان لو كان الاول عامل عمله صح ولو كان الاول مش مقصر كانوا خلوه، هم شالوه وجابوا حد تاني عشان عندهم وجهه نظر ان الحد التاني ده اكيد هيقدر يقوم بالمهمه بطريقه افضل. بس لسه ممكن الحد اللي جه ده ما يقومش بالمهمه صح، يعني انا بديهم فرصه، الله اعلم بقى هم بقى عملوا حسن اختيار، لكن ساقوا بقى الاختيار خلاص. طب بعض الطلبه بيشوفوا ان دوت قهر للطلاب، بمعنى ان هم يعني قايدين في قيود عليهم، لا انا ما اقدرش اتصرف، يعني بقول لك مانعيني ادخل الموضه، مش عارفه بناتين ايه للبنات والولاد والحاجات دي. لا اوكي، ما هو ده اللي بيؤدي للتحرش، الموضه والبنطلونات اللي عامله كده دي اللي بتؤدي للتحرش، فهم مش عايزين يبقى في تحرش، بيؤدي يبقى في زي ما قلتي دعاره، مش عايزين ان هو يبقى في سلاح مخدرات، هم بيحاولوا يمنعوا ده. فانا شايفه ان هو مش قهر ولا حاجه، مش هيمنعوهم ان هم يجوا ويروحوا، وان مثلا بنت تمشي مع زميلها ده كده قهر، لكن هم عايزين يبقى الجامعه اكثر احتراما او اكثر، يعني مش عايزين ان احنا ننفتح جدا، علشان احنا اصلا دوله عربيه وشرقيه، ما ينفعش ان احنا ننفتح كده وبرمودا وهوت شورت وكده، ما ينفعش. طبعا هي فكره اساسا سببها هو 30/6 وما وصف بالانقلاب العسكري وما خرج ضد الانقلاب العسكري بمؤيدين الشرعيه واعضاء جماعه الاخوان تحديدا، والتخوف من الطلبه المنتمين الى التيار الاسلامي او المؤيدين الى الشرعيه بشكل عام، حيث ان المؤيدين للشرعيه واراده الشعب والتجربه الديمقراطيه الاولى ليس من الشرط ان يكونوا اخوان مسلمين او تيار اسلامي، هم يعني من فئات الشعب المختلفة، فيهم ليبراليين اشتراكيين، ومن ثم هذا سينعكس على الطلبة وفي بداية العام الدراسي الجديد، والتنبؤ بخروج مظاهرات عارمة في داخل الحرم الجامعي. طبعا المظاهرات العارمة دي ستكون اكثر للمؤيدي الشرعية وداعم الإرادة الشعبية، وهو الخوف من ذلك، وهما جعل يعني السلطه في المجلس الاعلى للجامعات او وزاره التعليم العالي تمنح الضبطيه القضائيه لموظفي الامن، وموظفي الامن ليس لهم الاختصاص القانوني في ان يضبطوا طالب يمارس رايه او يمارس، يعني الجامعه من المفروض انها جامعه راي، الممارسه السياسيه المفروض انها متاحه طبعا لطلاب التعليم العالي والمواطنين بشكل عام، وليس الممارسه الحزبيه. نعم مرفوض او لا ينبغي ان يكون هناك ممارسه يعني حزبيه، حزب الوفد، حزب الحريه والعداله، اي الناصري ايا كان، سيجعل هناك صراع حزبي سياسي بين اطراف بعضهم، ولكن المشاركه السياسيه بشكل عام وممارسة حرية الرأي والتعبير هذا مقصود للمواطن وأيضا مقصود للطالب، ولا يمكن منعه أو حجبه بضبطية قضائية غير قانونية، لأن ده موظف
موظف مدني كيف يمنح له التغطية القضائية ليتم القبض على 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 طالب او او طلاب او يتم الابلاغ عنهم لجهات امنية؟ اكيد طبعا يعني حقهم ان هم يعملوا كده عشان شغلهم، كان مش من حق اي حد ان هو يعمل اي حاجة في الجامعة، فلازم يعني يتاخدوا على ايه. طب انت شايفه يعني انت معاها مع الضبطيه هي حاجه وحشه لان كده بيدي سلطه للناس ما مش من حقهم ياخدوا السلطه اصلا، ممكن يستخدموها بطريقه غلط. ما اعتقدش اللي هو يعني ممكن يعني ينفذوها صح، هي دي طريقه سيئه. وبنعمل سلطه من اول وجديد على الطلبه وبنعمل بلاوي ممكن تستخدم بطريقه غلط، فلازم لما تديها لحد تديها لحد يكون واثق فيه اللي هو متخرج من حاجه قضائيه عشان ينفذها عليها. بس يعني انت معترض على ان حرس الجامعه ان هم شركات امن خاصه ان هم ينفذوها، انما انت موافق لو كان مثلا حد له علاقه بالقضاء او مثلا له علاقه بالشرطه زي سلطه تنفيذيه زي الشرطه مثلا، لان دوت اصلا هو اصلا جاهز لكده. لكن ده رايي، لكن اكيد في ناس ثانيه ممكن تلاقي يقول لك لا ما يكونش في اصلا ضغط قضائيه جوه الجامعه، بس انا شايف ان هو لازم يكون فيه، لان في تجاوزات بتحصل من الطلبه لازم يكون فيه، بس ما يكون مع ناس معينه مش اي حد. طب قبل ما تسالي هي مده الاجابه قد ايه عشان براحتك انت عايش؟ ممكن دقيقتين او ثلاثه انت عايز. انت شكلك اصلا معبي فبراحتك. بصراحه اصل انا فشلت قبل كده على فكره. كل ده بيتسجل. لا يا عم بصي ماشي. طيب ابصي الكاميرا وبصي لك اي حاجه. طيب هو مبدئيا بالنسبه للضبطيه القضائيه انا شايف بصراحه ان ده بيرجعنا مش 10 سنين او 20 سنه، ده بيرجعنا 50 سنه لورا. ليه؟ لان الضبطيه القضائيه دي بتدي اوثوريتي او بتدي سلطه للحرس الجامعي بغض النظر في اي كليه في اي جامعه، ان هو يدينا على قفانا بصراحه. يعني يدينا على قفانا بمعنى ايه؟ بمعنى ان مفيش انشطه طلابيه، بمعنى ان مفيش حريه شخصيه للطلبه، بمعنى ان عدد الاسر هيقل بالمقارنه باللي فات. انا شخصيا كليه طب، عدد الاسر بعد ثوره يناير كان عندنا تضاعف ما شاء الله لاكثر من 8 9 اسر، والحمد لله كانوا كلهم اسر اكتف وفي اكتيفيتي في الكليه على على جميع المستويات، وكان في رحلات وكان في مسيرات وكان في اعتصامات وكان في حركات طلابيه حركات سياسيه على مستوى المجالات، وده كله نتيجه ان الحريه الشخصيه بالجامعه كانت فري خالص لكل الطلبه. وبالتالي انا بصراحه حسيت بالحريه دي، رغم ان انا اتخرجت من الكليه في نفس السنه اللي حصل فيها ثوره يناير، ولكن ندمت، قلت يا ريت كانت الثوره دي اتعملت وانا في سنه اولى عشان ارجع 7 سنين اعيش يعني ايه الحريه الطلابيه. ولكن انا شايف ان رئيس مجلس اعلى الجامعات الدكتور حسام عيسى، رغم ان هو كان استاذ جامعي وكان من اشد المطالبين بحريه الراي واشد المطالبين بحريه القضاء واشد المطالبين بالاستقرار والدستور، انكشف على حقيقته بعد الانقلاب العسكري اللي حصل في 3 يوليو، وانكشف على حقيقته اكثر من اللازم، وبالتالي ادى قرار وسمع كلام وزير العدل وسمع كلام وزير الداخليه ان هو يدي ضبطيه قضائيه للحرس. وبغض النظر الحرس دول خريجين ايه، مع احترامي للحرس هم ولا خريجين شرطه ولا خريجين جيش ولا ليهم سلطه ولا ليهم اي حركه ان هم يقبضوا على الطالب او ياخدوه او يعتقلوه او على الاقل يدوا تقرير بيه لرئيس الجامعه. فبالتالي مختصر الكلام، انا ضد الضبطيه القضائيه في اي جامعه وخاصه جامعه القاهره الجامعه الام على مستوى مصر كلها. ازاي بفرق الضبطيه القضائيه؟ احنا في القرن 21 وسنه 2013 بعد ثوره اعترف بها العالم كله حرام في ضبطيه قضائيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي خد قرار الضبطيه القضائيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل في رئيس مجلس اعلى الجامعات، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الدكتور جابر نصار اللي هو رئيس جامعه القاهره اللي هو عضو لجنه تاسيس الدستور، وربنا يرجعهم للصواب يا اما ربنا يعني يورنا فيهم ايه ان شاء الله. جزاكم الله خير. وطبعا انا شايف ان هي لازم تتطبق في الجامعه، لان ما ينفعش مثلا ان واحد يخش يتخانق مثلا مع الحرس، ما ينفعش ان واحد يتخانق مع حد جوه في الجامعه. وانا شايف ان السنه اللي فاتت في الجامعه كان في كذا خناقه حصلت، في تطول على الامن في الجامعه، بشوف اوضاع جوه في الجامعه ما ينفعش ان انا اشوفها مع سواء ولد او بنت، فهو لازم ليه حق ان هو لازم يقبض عليها، يقبض على سواء ولد او بنت. شايف ان هو وضع يعني انت موافق على انا موافق طبعا.
احمد ناجي. كليه ايه؟ طالب كليه الهندسه. ايه رايك في الدكتور الفضائيه اللي هو يطبق في قناه الكهرباء؟ الفضائيه من وجهه نظري الشخصيه يعني بكل اختصار شايف انها كانت فكره خاطئه تماما، يعني بيدي الحق الامن الجامعه ان هو يقبض، يعني ممكن يقبض على اي طالب حتى لو كان الطالب ده جاست ان هو مضايقه في حاجه، او الطالب ده مثلا قد يتعامل معاه كذا مشكله شخصيه، ممكن بكل بساطه لو اتضايق منه على الاخر ممكن ياخده مثلا يسلمه للشرطه ويلبسه اي طقم، يعني مش فارق معاه اي حاجه خالص حاجه زي كده. فبكل اختصار طبعا لان احنا لسه ما شفناهاش اتطبقت على ارض الواقع، لكن انا شايف ان الفكره خاطئه تماما وهيكون ليها عواقب وخيمه. ليه بقى؟ يعني نفس السبب اللي قلت لحضرتك كده. طيب يعني هو يعني انا من وجهه نظري شخصيه كان حتى في العهد اللي فات عهد الاخوان لما قالوا هيدوا الضبطيه القضائيه للمواطنين انا كنت ضد الفكره تماما، طبعا انا كنت مؤيد لحكم الاخوان وما زلت مؤيد لحكم الاخوان حتى الان، ولكن كانت الفكره بالنسبه لي مش كويسه خالص. ما ينفعش ان اي مواطن يقبض على اي مواطن بمنتهى السهوله كده، ما اعتقدش دي هتكون فكره لذيذه، يعني بالعكس ممكن تقوم نوع ولو حتى بسيط من الحروب الاهليه بين الناس. مش شايف ان انا من حقي اشوف اثنين بيتخانقوا اقبض على واحد فيهم لان شايف غلطان. دي حاجه هي مهمه الشرطه، مهمه الجيش، لو قلنا لو افترضنا ان الجيش ليه في المهام الداخليه فهي مهمه للجيش، مهم القوات الامن المركزي الى حد ما رغم ان هم اقل فئه من فئه الشرطه، لكن ما اعتقدش ان طالب زي او مواطن عادي ممكن ان هو ليه الحق يقبض على اي مواطن زيه حتى لو كان مثلا ابن مين، ما اعتقدش ان ليه الحق خالص حاجه زي كده. انا حضرتك طب رايك قصدك ان مثلا ان ترجع الداخليه ترجع العساكر ترجع امناء الشرطه جوه حرس الجامعه جوه الحرم الجامعي تاني؟ والله يا فندم لو رجع الامن بكل ما تحمله الكلمه من معنى الامن كما نرى في الدول الاتحاد الاوروبي كلها، الامن يعني اللي هو يتعامل مع المجرم على انه مجرم ويتعامل مع الانسان المحترم على انه محترم، برفع قوانين الطوارئ برفع كل قوانين الاحكام العسكريه والاحكام العرفيه بضوابط معينه تضعها وزاره الداخليه، اعتقد ان ده هيكون افضل بكتير من انك تدي ضبطيه قضائيه لشخص مواطن عادي كل ما في الامر ان هو يشتغل امن بدون اي مؤهل عسكري.